مساء الخير مشاهدي قناة ألوانكم مباشرة من مدينة أكادير عاصمة الجنوب رفقة فنان من طراز الرفيع عيار ثقيل الفنان المحترم السيد عزيز الزويني. أستاذي ممكن تقدم لنا نفسك في عجالة؟ شكرا سي حسن وشكرا جريدة ألوانكم حقا شعبتوا معنا وتعجبتوا معنا باش تجيو عندو معكم عزيز الزويني من مواليد سيد الزوين يعني واحد مراكش كبرت في اكادير بيان سير يعني مغربي فنان شعبي راي الف مرحبا. علاش ما كنسمعوش بزاف على عزيز الزويني مع العلم انه عنده خامه موسيقيه وعنده صوت اللي غادي يطرب به جمهور الوانكم، علاش ما كنسمعوش على هذا الفنان؟ هل لكونك كتغني في الكباريات بزاف وهذا الشيء كيكونسومي لك وجودك اعلاميا وحضورك على الساحه، واش كتظن بانك خديتي حقك فنيا في الميدان ديال الغناء؟ اولا السؤال الاول القضيه تاع الكباري هي فيها سلبيات وفيها ايجابيات. الاولى يعني راك كتعلم كتحك كل نهار كتغني كل نهار كتعزف كل نهار كتجدو. الثانيه علاش القبر الفن لحقاش ما كيشوفوكش الناس اخرين ما كيشوفوكش الناس برانيين ما كيشوفوكش كذا ما كيشوفوكش كذا سميتو يعني كتبقى محصور انت غير في ذاك سميتو. وكنظن باللي ما كاينش تقريبا شي فنان مغربي يعني قلال اللي ما دازوش في الكباريات وراه باقيين في الكباريات دابا اللي كيغنيو في الكباريات لحد الان. كيفاش كتلاحظ واقع الحال الان في الاغنيه الشعبيه المغربيه في الوطن الحبيب ديالنا؟ الاغنيه الشعبيه سي حسن كما كنقولوا حنا موقفها ما تزادتش ما كتزادش. الشعبي هو كيبقى شعبي يعني ديما الشعبي في مثلا كتكون في عرس ولا في منصه ولا كذا راه الشعبي هو شعبي واخا دير اللي درتي سيرتو حنا في مغاربه سيرتو حنا مغاربه ولكن ما كاينش زياده مثلا يعني الاغاني اللي كاينين هما اللي كاينين هما اللي كيتزادوا يعني بالاحرى كتكون شي اجتهاد في شي يعني في الصلوات. هل لان ما كاينش اجتهاد من طرف الفنانين المغاربه الشعبيين اولا لان هاد الفنانين ولاو داخلين في قلية قلت ليه قصفني قصفتو؟ دابا حاليا داكشي اللي شفت واللي شفتو كاملين يعني ما بقاش الناس كيقلبوا على الغناء ولا سبان بين بعضياتها هذا دار لهذاك درتي لهذاك دار لهذاك قلتي لهذاك قلنا لهذاك هادشي اللي كاين حاليا درك شي راه انتم دوك كصحافه راه هادشي راه كتعيشوا كل نهار. ممكن تعطينا مثال حي على هذا على 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 هذا النوع ديال 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 الفنانين اللي كتكلم عليهم هنايا اللي كيقصفوا؟ ماشي شعبيين نقدر نهضر على دنيا باطمه نقدر نهضر على عادل الميلودي هادو فنانة كبار يعني كنت تفرغوا الفن ديالهم بوحدو غيكون احسن. اش بغيتي قلتي قلتي انا شت انا كاين فنانة سابقينهم وكذا وكبار عليهم كما كانوا ما عمرهم ما دخل ما عمرهم ما شفناهمش في انترفيو ولا في شي حاجه كاع نهائيا يعني هذوك الناس باقي مسبان بعضياتهم ما كنظنش هذا فن ما بقاش فن. اشنو كتقصد مثلا ملي تكلمتي على عادل الميلودي اعطينا بالتفاصيل. دابا عادل الميلودي كما كنقولوا احنا هو الصحافي ولا مغني ولا فنان ولكن راه كيبقى فنان فنان وكيبقى المدون المدون هادشي اللي كنعرف انا. دابا انت كصحفي واش ممكن تغني؟ غتغني ولكن ماشي حرفه ديالك كتقول انت ماشي ديالك. الميلودي فنان عنده كارير تاعو قداشنا هو عنده الجمهور ديالو قداشنا هو ولكن اللي شد ما فهمتش واش باغي يزيد شي حاجه اخرى ولا شي حاجه الله اعلم ما عرفتش. الفنان خص يبقى فنان. شنو رايك في المشكل اللي وقع لي مع ولادو؟ اش نقول لك الميلودي ولادو هذوك لحقاش فايده 40 مليون اللي كاينه دابا في المغرب كلشي كتشهد عليه بانهم راه ولادو يعني ما يمكنش تنكر ولدك. انا بعدا ما نكرش ولدي وانت ما تنكرش ولدك لا الله اعلم هذاك الشيء كيرتبط بالعقليه لحقاش ملي كتولي كتدخل مرتك في العربيه ملي كتولي كتدخل مرتك في الخدمه ديالك وفي الفن ديالك راه ما بقيتيش كنعتذر على الهضره اللي قلت ولكن كيبقى الفنان فنان وكيبقى صحفي صحفي وكيبقى نجار وكيبقى يعني اي واحد خدمته كتبقى خدمته. وفيما يخص دنيا باطمه واختها ابتسام بعلاقتهم مع الكونت ديال حمزه موبيبي كما كيدور في الاوساط الفنيه سمعنا بانه تم استدعائهم للمره الثانيه للتحقيق معهم في هذا الموضوع، باش تقدر تقول على هذا الموضوع؟ سمعت اليوم بانهم استدعوهم للتحقيق عاوتاني لحقاش كما قلت لك الفنان خصو يبقى فنان وكل واحد بحرفته صافي باش تخرج للواجهه وتسبني ونسبك وتسب هذاك ونسب هذاك لا درتي على هذاك لا قلتي لهذاك ونهز هذه ونطاقي هذه ونعمر هذه وندير ضد انا ضد الفكره. ديك الفنانه كبيره عندها واحد الحجم كبير عندها كارير كبير العالم كيعرف ديك السيده العالم العربي كيعرف ديك السيده
ما عندهاش علاش كاع توصل لك شي لذات هي دابا علاش ما غيفيدها بوالو بالعكس راه غير فوندو تما. شكون هو الفنان المغربي اللي تبغي دير معاه ديو؟ ما كرهتش كاع الفنانات تبارك الله اللي كاين عندنا في المغرب كلهم، ما كرهتش اي واحد فيهم، ما كرهتش اسماء. الا قلت لك واحد القضيه، انا عندي صوت قريب لعلي الميلودي، ماشي كدابا كان قريب ليه ولا كدا شي حاجه، الناس كيقولوا كدا مع العلم بان راه عرفتي انت، راه كنكتب الكلمات ديالي وكندير الاغاني ديالي وكندير كدا داكشي. حاليا عندي اغنيه راي، عندي شي اغنيه شعبيه نديرها معاه، ما عندناش مشكل، ما عنديش مشكل مع اي مغني، اي فنان كبير ندير معاه ديو ما عنديش مشكل معاه، يحصل لي الشرف. اذا بصريح العباره من هذا المنبر الوانكم كتقول بانني انا باغي ويحصل لي الشرف انني ندير ديو مع عادل الميلودي. ما نقدرش نقول لك عادل الميلودي بالضبط، اعطيني اختيارات اخرى. عادل الميلودي رقم واحد، عطيني رقم جوج. انا بحال من مثلا نقول لك ندير مع زينة الداودية، علاش لا؟ كاين فنان تبارك الله، كاين عندنا فنانة كبار، عندنا في المغرب فنانة كبار ومحافظين على الكارير ديالهم. مثلا رجعوا مثلا لزينة الداودية، دابا ما عمرنا شفنا زينة الداودية مخاصمة مع هذا ولا مخاصمة مع هذه، كتبقى ديك الفنانة الكبيرة، ديك الفنانة اللي عندها واحد القيمة، عندها واحد لافالور عند المغاربة كاملين وعند العرب كاملين. علاش هي بالضبط كتبقى هكا؟ علاش هذيك الاخر تا ما يديرش بحال مثلا كما قلنا الميلودي؟ علاش هذوك ولاد كاش شريف كلش كيقولها، ماشي انا كنقولها، راه المغرب كامل كيقولها والناس داخل المغرب وخارج المغرب كيقولوها. دنيا باطمه، عندك كارير كبيره، عندك اش نقول لك، درتي كلشي، عائله فنيه، كلش كيعرف العائله الفنيه. اش بغيتي انت داك الشيء حمزه مون بيبي ولا القصف؟ علاش غندير حنا القصف؟ ذكرتي لنا استاذ بانه الصوت ديالك قريب نوعا ما على عادل الميلودي، ممكن تعطينا ما يفيد؟ عندي اغنيه ام كلمات والاحاني قريبة، انا كنصوروا فيها لحد الان، مسجله كنصوروا فيها، اما قريب نقدر نسمعها لك. صافي نسيتو كي كنتو ولا زعما تعلمتو وليتو نتوما يا فور ممتاز للصوت ديالك مع الصوت ديال الاستاذ عادل الميلودي. رساله اخيره ممكن تقولها للجمهور ديالك قبل الاحتفال بنهايه راس السنه ديال 2020؟ نقول لكم ليكم والمغاربه كاملين سنه سعيده مليئه بالافراح والمسرات، باش ما تمنيتوا ان شاء الله بركه عليا. شكرا جزيلا، كنتم مع تغطيه خاصه مع الفنان المتالق عزيز زويني مباشره من مدينه اكادير، تصبحون على خير.